للفن التشكيلي صور عدة تتباين وتختلف من الألوان الزيتية إلى المعاجين، ومنها الصلصال الذي أضحى أحد مواد هذا الفن. روان لم تتجاوز 13 ربيعاً، تتقن بما أوتيت من عجل الصلصال لوحات ومجسمات تشكيلية تحاكي ما يجول في خيالها الطفولي. نعم، صلصال تحول بإبداع الفنانة الصغيرة روان إلى أعمال يدوية لشخصيات كرتونية اعتادت عيناها الصغيرتان مشاهدتها عبر المسلسلات الكرتونية، ومناظر طبيعية ارتسمت في مخيلتها فترجمتها أناملها الصغيرة في عمل تشكيلي أظهرت فيه موهبتها بأدوات بسيطة من عجين الصلصال. تعلقت روان بالرسم والتشكيل في سن مبكرة لتجد نفسها في هذا الفن الذي استطاعت من خلاله أن تملأ أوقات فراغها. تفكير خلاق ومهارة كان وراء سر إبداعاتها التي تأمن أن تتطور لتجد نفسها ضمن قائمة المبدعات في هذا الجانب الفني في المستقبل القريب.